قواسم سلبية عديدة تجمع بين الأنظمة العربية في تعاملها مع الشعوب. واحد من أهم هذه القواسم المشتركة هو القضاء على أي عمل جماعي شعبوي، سياسياً كان أم حزبياً أم نقابياً أو إعلامياً. سياسة حكم دنيئة وقديمة تلخصها كلمتان: فرق تسد. المكان الجماعي الوحيد الذي ترك ليجتمع فيه المواطنين العرب بأريحية هو ملاعب كرة القدم. أريد وخطط ودبر بليل في الأنظمة العربية مجتمعة أن تخرج الشعوب العربية طاقتها في مهاترات وتراشقات كرة القدم. فقط كرة القدم يسمح لك فيها بأن تجتمع مع عدد كبير من الأصدقاء، ولا يعتبر تجمهر أو فعل معادي للدولة. فقط في كرة القدم تستطيع أن تسب وتلعن أشقائك ومنافسيك واللاعبين وحكام المباراة، أداة تنفيس عشان ما تلعنش الحكومة والنظام والحاكم. استمر الوضع على هذا الحال حتى ظهر الأولترس، عمل جماعي منظم من عدد مهول من المشجعين المتحمسين والمتعلمين والمثقفين في غالبيتهم. فكان أن سعت الحكومات العربية للانقضاض على هذه الروابط وسحقها. فالرعب دائما من المستعمرين الأجانب كانوا أو محليين يأتي من توحد الناس على أي شيء أو رمز أو حتى دلالة إلا وحدة الشعب. في مصر كان هدف المنقلبين حتى من قبل إعلان الانقلاب بشكل سافر ضرب الإخوان، أكبر تجمع تشهده البلاد. وبعد ما ظنوا أنه قد تحقق لهم مرادهم استداروا على روابط الأولترس فدبروا لهم مذبحتين. مذبحة الأولترس أهلاوي راح ضحيتها 72 شهيد بإذن ربك، ومذبحة ضد وايت نايتس زملكاوي راح ضحيتها 20 شهيد بإذن ربك. وبعديها حبسوا واعتقلوا رموز وكبهات الروابط والذين لم يصبهم الموت. ما الذي استحضر هذه الذكريات؟ واقعتين جديدتين، ونبدأ بالأحدث. مباراة بين مولودية الجزائر واتحاد بالعباس ملعب 5 يوليو شهدت أحداث شغب، فانتشر مقطع فيديو للشرطة الجزائرية وهي بتضرب بعنف يصل لمرحلة الإجرام مناصر للمولودية. مشجع أعزل استسلم تماما، لكن الغل والسادية والرغبة في الانتقام بدا واضحين، مما أثار ردود أفعال شعبية غاضبة في الجزائر. فوعدت الحكومة بفتح تحقيق. عندنا في مصر لما نحب نموت حاجة نقول لك اعمل لها لجنة. المشهد الثاني كان مغربيا، خطة وقوانين حكومية بدت واضحة وجلية منذ فترة لسحق روابط الأولترس. فكانت هذه الهتافات المدوية والرائعة من جماهير الرجاء المغربي. رغم كمية الألم التي تنطق بها هذه الكلمات في كل حرف، إلا إنها من أروع الأهازيج الصادقة التي سمعتها يوما، من أروع الأهازيج الصادقة التي تغنت بها الجماهير العربية. ذكرتني بهتافات أولترس أهلاوي المدوية، والذي نفسي بيده إن جماهير الرجاء لخصت حال الحكومات العربية مع شبابها، وليس حال الجماهير والشباب المغربي فقط. لم تحارب الحكومات العربية أحد قدر ما حاربت شبابها بالقهر والقمع والمخدرات، لم تترك لهم منفذا للنجاة. عندما يسألك أحد عن حال الشباب العربي قاطبة وجماهير كرة القدم وفي القلب منها الأولترس خاصة، قل له اسمع جماهير الرجاء فقد كفت ووفت وأوجزت فأعجزت.
الله غالب.